هنبدأ الجلسة الثانية إن شاء الله. هي المحاضرة الأولية اللي الحمد لله تم إلقاها، هيبقى الدكتورة هناء والدكتور إبراهيم يوسف إن شاء الله، ونحاول إن هم يبقوا شورت فيري فيري كونسايز يعني على قد ما يقدروا إن شاء الله. الدكتور إبراهيم هي إن شاء الله is going to speak about restrictive cardiomyopathy، وطبعا restrictive cardiomyopathy موضوع كبير قوي يعني في كلام كتير جدا جدا، فهو وعدني انه هيجيب حاله من كانت في الاسم عندنا ويعمل كومنت عليها واحنا معاه ان شاء الله نساله كده شويه اسئله مشيت الله. فضلا يا جميل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. هو حقيقه زي ما الدكتور عبد العزيز بيقول ان موضوع الريستريكتيف كارديوميوباثي ده موضوع كبير جدا واستحاله يتلم حتى في محاضره ولا في داي حتى، وهو لو احنا بس بننسستم دماغنا كده الريستريكتيف كارديوميوباثي ده محطوط تحت طائله الهارت فيرير ويز بريزرفد اجكشن فراكشن. كلمه بريزرفد اجكشن فراكشن اللي دايما تتقال هارت فيرير ويز بريزرفد اجكشن فراكشن دي للوهله الاولى بتنطبق على الريستريكتيف كارديوميوباثي، على الرغم ان الفالفولر يعتبر كده، على الرغم ان الكونستريكتيف بيريكاردايس يعتبر كده، انما للوهله الاولى هارت فيلير ويز ريديوسد سوري بريزيرف ديجكشن فراكشن ريستريكتيف. لما كنا في الميتنج بتاع الهارت فيلير ولا الانترستو يستخدم في الهارت فيلير ويز بريزيرف ديجكشن فراكشن، ما هو بالمنطق كده اكيد مش هظلم على الفالفولر يعني اكيد مش هظلم على الماتراستينوز، على الرغم ان الجمله متقاله في الاستاديز هارت فيلير ويز بريزيرف ديجكشن فراكشن، انما لما تيجي حضرتك تفصل الاستاديز طب عملوها على ايه هتلاقيها معظمها حالات كان انفيلتراتيف هارت ديزيز زي الاميليدوزيس، حالات ريستريكتيف كارديوميوباثي زي حاله اللوفلر مايوكاردايتس اللي احنا هنعرضها دلوقتي. فالريستريكتيف كارديوميوباثي كموضوع يقع تحت طائله هارت فيلير ويز بريزيرفد اجكشن فراكشن، ذيس نمبر 1. نمبر 2، طيب يعني انا بتكلم دلوقتي على ماسل ديزيز مشكلته في الاساس الامبيرد ريلاكسيشن، اي حاجه تعمل امبيرمنت للريلاكسيشن هتقع تحت طائله الريستريكتيف كارديوميوباثي. ابتداء من الهايبرتنسيف بيشنت بتاعنا اللي بيبقى فيه دايستوليك ديسفانكشن تصل للريستريكتيف باترن انتهاء بالانفلتريف هارت ديزيز. الانفلتريف بكل انواعها ايا كان بقى فات ايا كان مونوبوليسكرايدز ايا كان اميلويد ايا كان الانفلتريشن هيعمل ريستريكشن. الحقيقه احنا الاميلود هيتقال في محاضره والكونستريكتيف بريكاردايتس دكتوره هناء هتقوله دلوقتي، فانا اخترت بس الايه موضوع كيس يمكن هو رير شويه بس واجهناه فقلت اعرضه مع حضراتكم على ان هو ريستريكتيف كارديوميوباثي. الحقيقه في موضوع الريستريكتيف ده في تريكات زي ما الزملاء قالوا ان انت ما بتجيش على الايكو تبص عليه وبس، بتحتاج حته كلينيكال. هي الميزه ان احنا كايكو كارديوجرافا احنا بتوع كارديولوجي فاحنا اللي لمين كلينيكال وراديولوجي، انما مع الزملاء بتوع الراديولوجي لما تيجي تبعت لهم سونار يقول لك طب ابعت لي بس الكلينيكال بتاع العيان ده ايه، عشان يحاول يعمل كورليشن ما بين الكلينيكال داتا والداتا الايكو كارديوجرافيك اللي هو شايفها او السونو كارديوجرافيك اللي هو شايفها. طب احنا عندنا هنا كان ميل حوالي 55 سنه فارمر نون سموكر هيستو بالهاريزيزس وجاي بهارت فيلر سيمتومز، الاس جي بتاعه اهوت ما كانش فيه حاجه سيجنيفيكانت خالص يعني بريماتور بيتس نون سيجنيفيكانت لا تدل على اي شيء. الحقيقه هو الراجل ده قال حته في الهيستوري ريتروجريد، قال ان هو كان مسافر في العراق وكان مسافر في لبنان وكان شغال هناك، وهي الحته دي بعد ما شفنا الايكو بتاعها عملنا كورليشن لها، هنشوفها وبعدين نتكلم فيها باذن الله. ده منظر الايكو بتاعه ويمكن ده الابيكال فور تشامبر فيو ويمكن هو موضح حاجات كتير. مبدئيا انتوا شايفين دايليتد رايت سايد، مبدئيا احنا شايفين ان الانسرشن بتاع الترايكاسبيد فالف جود انسرشن يعني ما هوش ابيكال ديسبليسد مثلا عشان خاطر اكسكلود الابشتاين، شايفين دايليتد بوث اتريا، بس على الرغم من الدايليتيشن بتاع البوث اتريا ده الدايليتيشن بتاع الرايت اتريا مزايد، بص على الار في كده منظره عامل ايه؟ اوبليتريتد ار في ايبكس. الحقيقه دايليتد المنظر ده هو ده المنظر من غير ما نقعد نكتب ايه كلام نظري كتير، هو ده المنظر بتاع اللوفلر اندوكاردايتس او الاندوميكاردايت فيبروسيس. دايليتد بوث اتريا، انت شايف ان الدايليتيشن بتاع الرايت اتريوم
اكتر بكتير من الرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل الى حد ما مالد دايليتد او نورمال سايز، اوبليتريشن موجود في الار في ايبكس. طبعا في بريكارديال ايفيوجن موجود مع العيان ده، وهو البريكارديال ايفيوجن ده احنا اصلا بذلناه كدايجنوستيك وتعمل له اناليسيس وكان نون سيجنيفيكانت تقول، وطلع طبعا من الاخر ده كله نتيجه الار في بريشر اللي موجود، سوري الدايليتد رايت سايد والار في هارت فيلير اللي موجود وزياده البريشر اللي موجود هو اللي عمل الايفيوجن ده. الحقيقه هو الفيديو ده انا حطيته عشان خاطر هو ملخص الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعه الاندوميوكارديال فايبروسيس. الراجل ده قال حته، لما قال حته العراق ولبنان، هو موضوع العراق ولبنان دول عندهم ان هم بياكلوا موضوع اللحمه النيه والكبده النيه وما بتبقاش مستويه او جريلد، فبالتالي البارازيتيك انفستيشن سهل عندهم، وبالتالي اللوفلر اندوكاردايتس بتبقى كومون عندهم ككروس رياكتيفيتي بتحصل معاهم. واشهر حتت مشهوره فيها الاندوميوكارديال فايبروزيس هي فعلا الحتت بتاعت لبنان، العراق، الهند، الحتت اللي دايما فيها بارازيتيك انفستيشن كومون. الحقيقه احنا لما كنا بنسال على بارازيتيك انفستيشن في البيشنت ده ما كانش فيه حاجه سيجنيفيكانت غير موضوع البرازيزيس، انما لما بدانا نشوف الايكو كاردوجرافيك كرايتيريا اللي موجوده دهيت وضحت لنا الايه الكلو اللي حصل في الهيستوري. هنا احنا ممكن بنوري بس الايبكس، طبعا في سبونتينس ايكو كونتراست حتى موجود، ده الشورت اكسس بتاعنا، ويمكن ظاهر هنا حتى جزء من الار في ايبكس، مفيش اي سبيس خالص موجود. بناخد بس مالتيبل انجلز. هنا احنا بدأنا نلجأ للام ار اي. عايز بس اشغل الفيديو بتاعه من فضلك. اوكي ماشي. بدأنا نلجأ للام ار اي كدايجنوستيك كرايتيريا. الحقيقه برضو شغل الريستريكتيف كارديومايوبسي الام ار اي من الحاجات اللي بتوقع فيه كلو جديد. اولا في شغل الانفلتراتيف، ومع يعني انا اسف هستطرق بقى، من اكتر الحاجات الانفلتراتيف عاد بيفرق فيها وعاد بيفرق مع العيان كتير، ودي فعلا بقى ملهاش علاقه بموضوع الحاله ديت، بس احنا بدانا في الايرا ديت مع دكتوره هناء نبعت الحالات ديت بدري ونشخصها، حالات الايرن اوفرلود كارديوميوبسي. الايرن اوفرلود كارديوميوبسي ده اللي بيحصل في حالات الثلاسيميا، هو معظم الكومن كوز اوف ديث بيحصل عندهم كاردياك، وما تستناش لما يجي لك بالريستريكتيف فورم او يستنى لما يجي لك بالدايليتد كارديوميوبسي. ايرلي ديتكشن ايرن كليتور ريفرسبل، لدرجه ان الجايد لاينز الجديده بتاعه الهارت فيلير حطت باراجراف كامل على الايرن اوفرلود كارديوميوبسي. وليه ادت انترست له؟ ادت انترست له علشان خاطر ده ريفرسبل كارديوميوبسي، وان انت لو لحقت البيشنت بتاعك بدري وركزت ان بدا يحصل ايرن اوفرلود على الكارديوميوسايت، وده مش هتلقطه بالايكو، هتلقطه بالكاردياك ام ار اي، ولو لقطته بالكاردياك ام ار اي وبدات تاجريفيت الكليتور هتسرفايف يور بيشنت. جينا هنا في الكاردياك ام ار اي برضه خدت برضه ايه يعني فريم يكون كويس او فيو يكون كويس، نشايف الار في ايبكس بتاعتنا، الار في ايبكس تقريبا اوبليتريتد تماما. الاوبليتريشن ده دايما دايجنوستيك كرايتيريا للاندوميوكارديا فايبروزيس، طبعا مع الدايليتيشن بتاع البوث اتريا اللي موجودين. اللوفلر اندوكارديتس هو رير ديزيز، بيتلخص في الفيديو اللي انا وريته لحضراتكم، لازم تلاقي دايليتد بوث اتريا، دايما الرايت اتريام بيبقى مور دايليتد عن الليفت اتريام، دايما تشيك ان الترايكاسبيد فالف هنج بوينت او الانسرشن بتاعك بتاع الترايكاسبيد فالف يكون في النورمال اورجن. الار في بتاعك الى حد ما مايل دايليتد، ما بقاش هيوج دايليتد. اوبليتريشن للار في ايبكس، بترجع للكلينيكال بتاع العيان، بيجي بهارت فيلير ويز بريزرفد ايجكشن فراكشن ساينز اند سيمبتومز لوفلر اندوكاردايتس، وده بقى مشهور بالايسينوفيليا اللي بتيجي مع البارازيتيك انفستيشن. ثانك يو. شكرا دكتور ابراهيم، ايه المحاضره الجميله دي. ميا زوم. طب ماشي.